في لعبة ماينكرافت في كثير من الموبات القوية، ولكن في هذا المقطع راح أقدم لكم 10 موبات في ماينكرافت. في المرتبة العاشرة الايفوكر، عنده 12 قلب ويدمجك 3 قلوب، وكمان يستدعي البيكس اللي يدمج كمان 3 قلوب. في المرتبة التاسعة عندنا الفينديكيتر، عنده 12 قلب ويصل دمجه الى 6 قلوب، فلا تقترب عليه لانه يعتبر جدا سريع وراح يلاحقك بالاكس ومصيرك راح يكون الموت. في المرتبة الثامنة عندنا البيجلين برود، ليحرص قلعة البيجلين في النذر، وعدد قلوبه 25 ودمجه يصل الى 6 قلوب ونص، وهو سريع فمن الصعب الهروب منه اذا دخلت القلعة. في المرتبة السابعة عندنا الجارديان تبع معبد البحر، هذا الموب جدا مستفز لانه يعطيك افكت ما تقدر تكسر شيء لمدة 4 دقائق تقريبا، وهذا الموب عنده 80 قلب ودمجه يصل الى 12 قلب. في المرتبة السادسة عندنا تشارج كريبر، يوصل دمجه الى 32 قلب، لهذا فهو يمتلك ثاني اقوى دمج في اللعبة بعد الويذر بوس. في المرتبة الخامسة عندنا الرافجر، ويمتلك هذا الموب 50 قلب ويصل دمجه الى 7 قلوب، فهذا الكائن يجي مع البيليجرز لما يدفع على الريد. في المرتبة الرابعة عندنا الايرون جولم، عنده 50 قلب ويصل دمجه الى 7.5 قلوب، وهذا اللي يخليه اقوى من الرافجر. وهسه عارف انك راح تقول لي كيف الايرون جولم والرافجر اقوى من التشارج كريبر وهو دمجه 32 قلب، لان تشارج كريبر مصيره راح يكون الموت. في المرتبة الثالثة عندنا الاندر دراجون، يمتلك 100 قلب ويصل دمجه ل 5 قلوب، وكمان لا ننسى الفاير بول اللي بير 100 وحرفيا دمج قلبين ونص في الثانية. في المرتبة الثانية عندنا الويذر بوس، يمتلك 150 قلب ويصل دمجه ل 9 قلوب، وكمان لا ننسى يعطيك افكت دمجك تدريجيا، وكمان لما ينفجر يقدر يخلص عليك مباشرة. في المرتبة الأولى عندنا أسطورة الأساطير، رحبوا به يلا، وهو السلايم الصغير. يب السلايم الصغير، أمزح يا شباب. في المرتبة الأولى عندنا الواردن، وهو حارس الانشنت سيتي، ويعتبر أول موب أعمى في لعبة أو شبه أعمى، لأنه إذا اقترب منك ما راح يشوفك، ولكن إذا تحركت مصيرك راح يكون الموب. وهذا الموب يمتلك 250 قلب، ولا ننسى دمجه العالي اللي يقدر يقتلك من أول ضربة، وكمان هذا الموب سريع جدا ويقدر يضربك من وراء الجدار، فلا تقترب منه إلا أنت عارف إيش راح يصير. وكذا نكون قدمنا أقوى 10 موبات في ماينكرافت، وأتمنى الفيديو عجبكم وبس. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's